ده بنت، ده شباب سايسة بيقول عليه شباب، كهربائي بيقول عليه بنت. ده دي كبارة، دي كبارة صغيرة، كبارة صغيرة. اه في وسط بقى، في لسه وانت طالع. ده شبار زي سايسة ما بيقول. اه بس حجم اكبر شويه. السويسه بيقولوا عليه شباب، الكهربائي بيقولوا عليه بنت، بس هو ده الفرق. ودي برضه كباره مش بوري، دي كباره. بص يا كبير، ده بوري، دي كباره، ده بيزر عريض، ده بيزر رفيع. تمام، ده بيزر رفيع، دي كباره، ما البوري بيزر عريض. في فرق ما بين ده وده. ده بوري بقى. اه صل على النبي كده في الساعة. ده بنتي، نقول عليه بنتي. ده بنتي، ده كبير. في بقى الأكبر أهو، ده الوز العرب. لا ده وز بتاع بورسعيد، حاجة نضيفة أهو، سمك تفاح كده بيننا. في لود جميل اهو، سمك كيلو ونص مثلا، سمك باش لسه جاي. بص كده كله بالوحدة. اه احمر في دول شفايف، سمك كله بالوحدة. دي الجرعة كيلو. اه ده جمبري مسارة، ده جمبري بحر ازاز، ده بتاعي اعلى نوع جمبري ده. لا ده اعلى نوع جمبري ده، الابيض. اه مخطط ده، ده الوسط بتاعه، الوسط بتاع البحر. اه لا بحر الاحمر ده، دي سد البلد. واحد تاني تقول ازاي؟ الشرق بيكون كيلو كيلو. تعمل بقى شوربه كده. ده كابوري. ده بس الكاية. كاية لسه. لا هي عشان الجو ساقع بس. في بوري. اه تجار عم اي حدا. تمام حجم كويس يعني. حجم دوت الصوص 400 كيلو الا ربع حسب ما الزبون هو عايز. تمام. في الجبار اللي هو دوت الاماراتي الجامبو ده 20 30. تمام ده الجامبو. تمام في حاجه زي كده دي كابوريا ممكن 4 60. كبر يا نتي دي نتي كلها بطلع. ايه بقى الحاجات دي؟ ده في البحر صح؟ اه دي بتشوف في القوقعة دي. اه ودي في اللبس ده. هي ديت؟ اه ايه؟ بتاعت اه بتاعها كده؟ تمام. ودي في القوقعة اللي هي الكبيرة. اه وده اللي ايه؟ في القوقعة اللي هي المدورة. اه ودي طماطم، دي واحدة طماطم دي. دي الطماطم دي. كل ده كله في الشرجة. اه. اسمع يا ليك. ده في البيت واصل. في البيت واصل. وده برضه ده لب ده. صح برضه. اه. أحمد شوقي. قلت يا أحمد. ده أنا بعمل صدف في ليه؟ ده حجم 4 كيلو ونص. دي سمكية اطلعها جنبين فيليه جنبين سلام، ممكن الزبون يقطع وممكن الزبون يسيبها زي ما هي سليمه. بلف الراس زي ما انت شايف كده. تمام واطلع الراس لوحدها. ده انا شلت السنان بتاعتها، هكسر الراس نصين اهو زي ما انت شايف كده. تمام طبعا كل حاجه ليها شغلها.
طلع شيل الجلده بتاعتها. بص انا كده بكسر ناحيه السلسله عشان اخلي السلسله فاضيه. وادي جنب اهو زي ما انت شايف لسه هسلخه. الجنب التاني طلع عشان اطلع السلسله بتاعته. يعني جزار سمك؟ اه زي جزار سمك. دكتور جراح. سميها زي ما تسميها يا باشا. بس لازم تبقى السكينة حامية عشان تمشي. اه بص كده قرب السلسلة طالعة اهي من غير لحم. بس دي بتتعمل شوربة. هبدأ اسلخ اهو. اشيل البطن والدم اللي هي بتبقى عند البطن. ايوه بالظبط كده. كل جنب لوحده بيطلع لوحده. اطلعه سليم او اطلعه ايه متقطع على حسب ما انت عايز. اقطع اقطع الفيليه. بص انا هبدا اقطع كده الجنب اهو. دي كده تقطيع البانيه. ودي من ناحيه السلسله اهو زي ما انت شايف كده. هنسلق الجنب التاني برضو. اي حاجه مع ابو تمره خلصانه يا باشا. كده احنا خلصناها. لا يترمي ده. بيعملوا منه خيوط جراحين والكلام ده كله. في ناس بتيجي تاخده برضه. بس مش احيانا يعني. السلسلة دي بتتعمل شوربة. هقطعها برضو واشيل منها الجناب واشيل منها عرق الدم برضو. بص كده ده عرق الدم اللي طلع منها. ودي الراس بتاعتها. كده السمكية خلصت. حبيبي يا باشا الخنزيرة دي. بص دي بتتسلخ. دي بتبقى سليمه زي ما هي كده ولحمها ابيض. بص ادي سلخه. سلخها بسيط برضه مش صعبه يعني. ايه اهم شيء اللي هي تمشي. اه بالظبط كده. بس مش مع كل الناس برضه. ما يدي العيش لخبازه ولا ايه؟ تنساش ابو تمارة بقى. ها ابو تمارة احمد شوقي. دي سيوف. ودي قروش. ده سمك اسمه سيوف. شبه السيف كده. وده اسمه قرش. وده عمور. وده ناجل. ناجل. وده مرجان بعتر. بعتر. وده شعور. تعال يا اسطى. بهار. اسمه ايه؟ بهار. بهار موسى
موسى هارون موسى ملون ولا موسى نجيبها كده؟ ايوه نجيبها كده يبقى أرود والأحمر ده أبو هار وده وده نابل نابل ده نابل سمك صح ده بتاع صناع بلد بحر ده من السويس ولا السويس؟ لا من السويس بحر